اهلا وسهلا بحضراتكم ومره تانية باكد انه في ماتشات بتلعبها عينك على المكسب وعينك على الاداء وعينك على 3 بونت، بس شويه بتبقى عينك رايحه للبعيد، عينك رايحه للاهم وعايز تطمن انه فرقتك ماشيه في الطريق الصحيح. انا بيتهيالي انه ماتش الاتحاد بتاع امبارح بدايه جديده، شكل جديد، طعم جديد للنادي الاهلي، وقلت لحضراتكم انه بعيدا عن الاربع تجوان الحلوين الملعوبين اللي استمتعنا بيهم كلهم الحقيقه، وبعيدا عن الثلاثه بونت والعلامه الكامله في بطوله الدوري الموسم ده، كان مهم جدا انه نطمن على حاله الانسجام مع الصفقات الجديده ومع عوده المعارين، كان مهم جدا، ومع مستر موسيماني بقى اللي ابتدى ياخد نفسه من ساعه ما جه تظهر بقى حاله الانسجام، واعتقد ان بدايه ظهورها بشكل كبير جدا كانت في مباراه امبارح اللي قلت لحضراتكم انه من وجهه نظري طبعا انه ما شفناش الاداء الممتع ده من ساعه ماتش الوداد في مباراه الذهاب في قبل نهائي افريقيا. معانا النهارده اهلاوي اسكندراني، فهو اكتر حد ممكن يكلمنا على ماتش امبارح ويكلمنا كمان على استعدادات الاهلي لماتش وادي دجله. كابتن احمد عادل نجم النادي الاهلي السابق ضيفنا في السادسه، مساء الخير يا كابتن احمد. مبروك الثلاثه بونت. الحمد لله. الحمد لله مبروك اداء ونتيجه. وده اللي احنا كنا متوقعين الحمد لله مع مستر موسيماني بعد الروح المعنويه العاليه اللي عليها اللعيبه، الاداء الثابت على مدار المباريات. هتشوف شكل اكيد مع خصم عنيد طبعا نادي الاتحاد، طبعاً فرقه مش سهله طبعاً. مع كابتن حسام حسن، تعرف كابتن حسام بيلعب على الحته الروح المعنويه العاليه، لكن صعب مع قوه النادي الاهلي ان انت كنت تقف قصاده. يعني ماتش الاتحاد فرق ايه عن ماتش الغزل والمقص الاهلي؟ يعني تيم الاهلي إيه اللي حسيته مختلف في الفرقه وفي الكره؟ المختلف ان انت عندك لما بيغيب حد، يعني بيغيب حد من اللعيبه او من القوام اللي انت لسه واخد بيه بطوله، او ال 12 او 13 لعيب اللي انت معتمد عليهم، بتشوف اكرم توفيق بيخش ازاي، بتشوف البدايل بتخش ازاي، ثبات المستوى لعدد كبير من اللعيبه اللي انا بشوفه هي لعيبه مؤثره في الفريق، مفاتيح لعب، ثبات مستوى بتاعها هو اللي بيأثر مع الفريق بالصوره الايجابيه اللي احنا شايفينها. حسين الشحات بيعيش احسن حالاته، كهربا في احسن حالاته، دي مفاتيح لعب مهمه النادي الاهلي، وخصوصا كل ما بيبقى عندك مفاتيح لعب كتير وفايقه اي فريق هتلعبه هيواجه صعوبه كبيره. محمد هاني من اليمين، علي معلول من الشمال، هتلاقي حوالي 6 أو 7 مفاتيح لعب هم فارقين معاك بشكل كبير. غاب السوليه، بتلاقي اكرم توفيق موجود، تلاقي حمدي فتحي موجود، تلاقي اليو ديانج موجود. دي الميزه اللي بتميز الفرق الكبيره، الفرق الكبيره اللي عندها البديل احسن من الناس اللي جوه. فلما بيكون عندك 25 نجمه و25 ناس لعيب في الملعب كلهم بنفس المستوى، اكيد لما بيغيب حد هتلاقي هي نفس طريقه اللعب. ايوه، ودي الميزه بتاعت مستر موسيماني ان هو مثبت طريقه لعب على اي حد يلعب، يعني اي حد يلعب هتلاقي نفس طريقه اللعب دي، هو بيغير طريقه اللعب من داخل المباراه، داخل المباراه بيغيرها، ودي بترجع للقماشه اللي معاه، لنوعيه اللعيبه اللي معاه. لما بينقل حد من مركز لمركز، يعني عندك كهربا مثلا ممكن يلعب طرف شمال او فيرويد، فهو عنده المرونه التكتيكيه. وشريف نفس الحكايه برضه، وشريف نفس الحكايه، ومكان جديد على شريف ان هو بيلعب فيرويد صريح. ايوه، فالراجل ساعات بيقلب الطريقه، بيلعب 4-1 4-1، فاللي بتجيب الاجوان كلها هتلاقي الناس اللي جايه من تحت. فدي الميزه بتاعت مستر موسيماني. بمناسبه كلام مستر كلامك عن مستر موسيماني، يعني خليني اقول برضو الشيء بشيء يذكر، يعني انه اي مدرب مع الاهلي مش بالضروره يفوز ببطوله، لكن اي مدرب مع الاهلي عنده فرصه كبيره جدا لتحقيق البطولات، ومش اي مدرب يصلح للاهلي. تتفق ولا تختلف مع الكلام ده يا كابتن احمد؟ لازم مدرب يكون عنده شخصيه البطوله، يعني عنده حافز البطوله، لازم مدرب يكون ده طعم البطوله، وخصوصا مع مجلس اداره النادي الاهلي هو هيوفر له المناخ المناسب ان هو ياخد بطوله، وفي نفس الوقت هو هيطالبه ببطوله، لان النادي الاهلي على طول هو بيلعب على الاول، هو على النادي الاهلي على طول بيلعب على البطوله. يعني هي الفكره طبعا انه الاهلي بتاريخه بجماهيره بامكانياته امكانيات لعيبته والدعم اللي بياخده من ادارته بيوفر اجواء مناسبه، لكن مش ده بالضروره معناه انه اي اسم تحطه على قياده الجهاز الفني هيحقق بطوله، صح ولا ايه؟ وبدليل في مديرين فنيين جم النادي وما حققوش بطوله. لكن انا بكلمك في سياسه مجلس الاداره ان هو يحاسبه على البطوله، لان احنا وانا بلعب انا شفت ده مع مجلس اداره النادي الاهلي، كان الكابتن حسن حمدي وكان الكابتن الخطيب نائب، شفنا مع المجلس ان احنا لما دخلنا في 7 بطولات احنا حققنا 6 وخسرنا بطوله، كانت بطوله مهمه دوري ابطال افريقيا. فلقينا المجلس ما باركلناش على الـ6، طب انتوا ما حققتوش الـ7 ليه؟ فهنا الفكر بيوصل للعيبه للجهاز الفني، وخصوصا هو مش هيحاسبك لما يكون موفر لك المناخ المناسب ان انت تاخد بطوله. عشان كده البطوله
هو سهل ان انت تحققها، لكن الاصعب ان انت تحافظ عليها. صحيح. فعلا النادي الاهلي بيعرف يحافظ على البطوله. طيب انا عايز اتكلم معاك في نقطه، لانه احنا عندنا السنه دي في 3 4 لعيبه مش او 5 لعيبه مش 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 غرب على النادي الاهلي، يعني كانوا موجودين بس طلعوا اعارات ورجعوا على فرقه واخده بطوله افريقيا، ورجعوا على جهاز فني جديد بيشوفهم يمكن لاول مره، وفي عندنا 3 صفقات اول مره بيخشوا النادي الاهلي. انا عايز اكلمك في جزئيه الانسجام، لان انا بيتهيألي فكره انه الفرقه تبقى تقيله مش بس بالاسماء اللعيبه اللي فيها، ومش بس بامكانياتهم وبمهاراتهم، لكن كمان فكره التجانس والانسجام، وانك انت تهضم الطريقه اللي الجهاز الفني حاططها عشان او التكتيك الجهاز الفني عايز يلعب بيه، ده جزء كبير جدا ينقل اداء الفريق ويسخر امكانيات اللعيبه عشان تقدم كره حلوه. في فرقه زي النادي الاهلي ازاي الانسجام ده بيحصل ويفرق من لعيب للعيب؟ يعني انت شخصيا في تجربتك مع النادي الاهلي، هل اول ما لبست تيشرت انسجمت مع الفريق، شفت طريقه اللعب، خدت ثقافه الفوز مره واحده، ولا ده حصل معاك بالتدريج؟ هو ده بنسبه كبيره جدا بيرجع لحاجه في الكوره اسمها اوضه اللبس. اوضه اللبس ان ازاي اللعيبه القديمه اللعيبه الكبيره اللي هي اللي عندها الاقدميه في الفريق، ان اي صفقه جديده، وده حصل معانا شفته، ان اي صفقه جديده ازاي بتخش جوه. انت دخلت على الفرقه كان مين الكبار فيها؟ انا دخلت كان ابو تريكه، بركات، متعب، عماد النحاس، وائل جمعه، شادي محمد، حضري، امير عبد الحميد، عتاوله يعني، محمد شوقي، حسن مصطفى، مجموعه كبيره، حسام عاشور، كان جيلبرتو، احمد السيد، شديد، دي كانت المجموعه، صديق، اسلام الشاطر، احمد فتحي. أيوه. كان مجموعه كبيره جدا، بس انا دخلت لما استقبلوني في الاوضه كان ابو تريكه. كان في رهبه كابتن احمد وانت داخل؟ طبعا طبعا، انت داخل النادي يعني. الاهلي وهم لسه محققين دوري ابطال افريقيا ماتش الصفاقس، وداخل صفقه جديده، بس من اول يوم فعلا انا ما حسيتش ان انا غريب او ان انا لسه جديد. بدليل ان انا اول كانت مباراه ليا كانت مباراه برشلونه، فما كانش عندي حتى الرهبه، كانت الفرقه مدخلاني، وانا كان خصوصا انا كان عندي 20 سنه، كنت لسه صغير، بس اللي انا شفته من اللعيبه، اللي انا شفته حتى مساندتهم داخل الملعب في الماتشات او في التمرين او حتى النصايح، وده اللي فعلا دلوقتي بيعمله. هتلاقي ايمن اشرف، هتلاقي الشناوي، هتلاقي اللعيبه الجديده لما بتيجي ما بتحسش بفرق. لان مهم جدا ان انت لما تبقى فرق بطوله يبقى عندك اوضه لبس قويه، ويبقى عندك كام دي مسؤوليه كباتن الكبار، اللعيبه القديمه في الفرق، اللعيبه القديمه، وخصوصا زي ما حضرتك قلت ان في اكرم توفيق، احمد ياسر، ريان، بيكهام، دول ولاد النادي الاهلي. أيه. اتربوا داخل النادي الاهلي وعارفين سياسه النادي الاهلي، ان هو على طول بيلعب على البطوله. حاجه ايجابيه تحسب لمجلس اداره، ان مجلس اداره النادي الاهلي ان هو صبر على اللعيبه دي، طلعهم اعاره سنه واثنين ورجعهم، عملوا زي عمليه انصهار داخل الفريق مع اللعيبه الكبيره. عشان كده لما بقول لحضرتك هتلاقي اي لعيب جديد هيخش، بدر بانون لما بيدخل وتشوفه بالمستوى ده، هو ده بيرجع برضو للخبرات والقدرات اللي عند اللعيب. أيوة. لعيب كابتن فرقته، لعيب لعب بشكل كبير على مستوى البطولات، على مستوى الانجازات في افريقيا، لان هو ينسجم او يخش بالصوره دي، ده هيبقى وضع طبيعي، واوضه اللبس هتسهل عليه ان هو يخش ويحقق بطولات مع النادي الاهلي. اكتر من مركز، في اكتر من اسم تقيل، يعني النهارده انت مش عندك بديل، انت عندك 2 لعيبه، ويمكن في مركز معين 3 أو 4 لعيبه يمكن على نفس المستوى، ودي بالنسبه للمدير الفني تسبب حيره شويه، حيره لطيفه، شيء يعني كويس، انا محتار العب بمين ولا مين، لكن بالنسبه للعيبه بينها وبين بعض، ده جو المنافسه، ده جو كله عايز يلعب اساسي، كله عايز يبقى موجود في الصوره، ما يعملش مشاكل، ما يعملش توترات. ده بيرجع، كنت لسه اقول لحضرتك ان هو ممكن يعمل لك مشاكل بس في نادي تاني ومع مدير فني تاني. لكن وبتفرق مع نوعيه اللعيب، منتاليتي اللعيب، فكر اللعيب، ان انت هنا لا، انا في النادي الاهلي فما ينفعش اعمل مشاكل، انا في النادي الاهلي هو الاصلح هو اللي بيلعب، دي رؤيه مدير فني، هتلاقي الكلام ده كله هو اللي بيقال او المردود بتاع اي مسؤول، ان دي رؤيه مدير فني وهو حر فيها. لكن انت عندك ياسر ابراهيم قعد، بدر بانون لعب، ما مش هتلاقي مشكله. وياسر ابراهيم كان في احسن حالاته. ايوه. فهنا زي ما حضرتك قلت، وقلت حضرتك في اول الحلقه، ان لما يكون عندك 3 و4 في كل مركز بنفس الحاله الفنيه اللي عليها اللعيب الاساسي، مع منتاليتي فكر لعيب، ان انا لو حتى لو قعدت احتياطي، حتى لو بره ال 18 خالص، هي المصلحه واحده، احنا كلنا في مركب واحده، هدفنا على البطوله، وده هتشوفه في الفرحه بتاعه الاحتياطي قبل الناس اللي في الملعب. أيوه. هتلاقي اللعيبه اللي في الملعب بتطلع تجري على اللعيبه اللي بره. فده اوضه لبس قويه، دي بتشوف عينيهم البطوله، لما تلاقي لعيب احتياطي الاساسي اللي بيجيب الجون كهرباء، اي حد هتلاقيه بيجري على اللعيب اللي بره. فهنا عمليه الربط بين ال 25 لعيب على هدف واحد
اكيد هنشوف الانجازات دي. هكلم معاك شويه على الصفقات، وعلى الرغم من الاسماء القويه الحقيقه انا بشوف انه كل الصفقات سواء المعارين او الصفقات اللي قدر النادي الاهلي انه يحسم انتقالها للفرقه بدايه من السيزون ده كلها الحقيقه اسماء ليها وزنها في الملعب، كلها في مراكزها الحقيقه نجوم كبيره جدا، ورغم كده المدرجات اللي فاضيه في الملاعب لكن مليانه في مواقع التواصل الاجتماعي ما زالت بتتكلم على صفقات وما زالت بتتكلم على دعم لفريق النادي الاهلي، واسماء كثيره جدا مطروحه وما بين مؤيد ومعارض جماهير الاهلي مختلفه، خصوصا كمان انه عينهم على بطوله كاس العالم للانديه، فايه المانع ان احنا ندعم صفوفنا؟ كلامنا هيكون على الصفقات من وجهه نظر كابتن احمد الفرقه ممكن تكون محتاجاها في الفتره اللي جايه، بس بعد فاصل سريع. طبيعي جدا ومنطقي جدا انك انت تحلم انك تشوف يعني اهم النجوم لابسين فانيله النادي اللي انت بتشجعه، ويمكن في اوقات كتيره جدا انا شخصيا كنت بحلم اشوف نجوم عالميين بيلعبوا في فرق كبار جدا في اوروبا، كنت بحلم وبتمنى انه لما يجي يفنشوا في الاخر اخر سنتين ثلاثه وليه لا ما يكونوش موجودين في فرق مصريه وبالذات طبعا النادي الاهلي. كنت بكلم بالمناسبه في الموضوع ده مع حد من زمايلي هنا في القناه قريب جدا، كنت بقول له مثلا انه بشوف لعيب زي انيستا بدل بعد ما ساب برشلونه ليه ما نشوفوش هنا، لكن طبعا الظروف الاقتصاديه صناعه كره القدم فيها حاجات كثيره جدا بتحكم الحاجات دي، لكن اتمنى واعتقد انه قريب جدا هنبتدي نشوف ده في مصر وخصوصا كمان في تجربه النادي الاهلي الناجحه. مره ثانيه برحب بيك يا كابتن احمد، وزي ما كنت بدردش معاك على الفاصل يعني على موقع التواصل صحيح الجماهير مش موجوده في المدرجات لكن ده مش معناه ان هم بيتكلموش كوره ومش عايشين كوره، كلام كتير على صفقات جمهور النادي الاهلي بيتكلم عليها وشايف انها ممكن تكون اضافه تكون دعم للفريق خصوصا قبل مشوار كاس العالم للانديه. مين الاسماء اللي انت شايف انها تستاهل او جديره او انه النادي الاهلي محتاج انها تكون موجوده معاه في الفتره اللي جايه؟ هو اكيد لازم انت تدعم في خط الفيرود، يمكن ده خط الهجوم، خط الهجوم مركز الفيرود، مركز الفيرود ان انت لازم يكون عندك برضو فيرود واثنين، انت عندك محمد شريف هو مش فيرود صريح ما بيلعبش رقم 9 لكن انت بتوظفه في المكان ده في غياب مروان شويه، ان مروان لما بيرجع بيلعب، لكن في عندي صلاح واحمد ياسر يعتبروا الاثنين، صلاح محسن واحمد ياسر ريان يعتبروا الاثنين فراوده. هو احمد ياسر اتمنى ياخد فرصه، اتمنى ان ياخد فرصه، لكن انت طول عمرك يا استاذ احمد ان انت طول السنين اللي فاتت بيبقى عندك فرود النادي الاهلي ده بيبقى صفقه قويه، صفقه قويه تقدر تعتمد عليه، تقدر يقدر يكسبك كل مباراه، لكن انا بشوف الفتره دي محمد شريف بيأدي بشكل جيد، كهربا لما بيلعب برده في المركز رقم 9 بيأدي بشكل جيد، غياب طبعا اجاييه وهو بيلعب في المركز ده كان بيأدي، لكن مهم جدا ان انت تتعاقد مع صفقه تقيله في في مركز الفرود، زي ما بقول لحضرتك في لعيبه بتأديها لكن مش بنفس الصوره لما بيبقى عندك صفقه قويه كفرود رقم 9 اللي هو نفس نوعيه فلافيو وعماد متعب، الفرود اللي هو الصريح بلال اسامه حسني كان في فراوده كده، انا فرود والنادي الاهلي محتاج ده لما مروان محسن في غياب التوفيق لبعض الفترات لكن هو بيلعب وموجود وبيبذل اقصى جهد عنده، لكن محتاج دعم اكيد في مركز الفرود. طيب خلينا ناخد تليفون معانا كابتن معتز اينو طبعا نجم النادي الاهلي والمدفعجي اللي نقول له بدايه مبروك مساء الخير يا كابتن معتز. كابتن احمد ازيك؟ يا اهلا وسهلا بيك وسعداء دايما ان احنا نتواصل معاك ونسمع صوتك، وقبل اي شيء مبروك طبعا، انا عارف انك انت توليت مسؤوليه فريق 2001 في النادي الاهلي وعارف انك عملت نتيجه محترمه جدا امبارح قدام فرقه ثقيله فرقه ام بي قدرت انك انت تكسب، كل التوفيق ليك في مهمتك ان شاء الله. ربنا يخليك ما تحرمش منك ودايما منور ودايما بتجيب لنا النجوم حبايبنا اللي احنا بقالنا كتير ما شفناهمش، العشره ده حبيبي يا عينو. يا دول حبيبي يا عينو عامل ايه يا حبيبي وحشني؟ والله وانت جدا الف مبروك وإينو من المدربين المجتهدين جدا واضافه قويه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي ودايما ببقى مبسوط لما بشوف ان حد من الجيل اللي انا كنت موجود فيه صديق اينو ان هو يبقى متولي مسؤوليه فريق 2001 في النادي الاهلي، دي حاجه كبيره وخصوصا يعني من في الكواليس كده وانا بتكلم مع اينو انا كنت عارف ان هو كان جاله اكتر من عرض في فرق درجه ثانيه فيرست تيم لكن هو فضل ان هو يبقى موجود داخل النادي الاهلي وببارك له طبعا ببارك لك اينو طبعا على الانجاز وعلى المكسب قصاد فريق كبير وخصوصا اول قياده فنيه ليك، الف مبروك ودايما كده موفق يا حبيبي. حبيبي يا دول ربنا يخليك يا كابتن احمد، انا عايز اقول لك ان احمد عادل والله مش
يعني مش نفاق ولا حاجه، من الناس اللي هي فعلا دلوقتي مش موجوده كباك رايت، وبعدين بره الكوره كمان شخصيه محترمه جدا وراجل جدا، وانا يعني دخلت معاه في مواقف كتيره جدا من الناس اللعيبه اللي هي فعلا تستمتع بيها في الملعب يعني. اكتر حاجه تفتكرها الكابتن احمد بره الملعب او جوه الملعب زي ما تحب يا كابتن معتز؟ لا بره الملعب في حاجات كتير يمكن هو عارف قوي يحكي لك يعني، كان في مواقف بقى يمكن زي ما قلت لك قبل كده، اللي كان عادل كنا احنا شله واحده انا وعادل وعاشور وسمير، طبعا كان في مواقف كتيره وفي السفريات بره مصر وفي المعسكرات يعني كان دايما المعسكرات تبقى روحها حلوه واللعيبه بتحب بعض وبنهزر ونضحك، بس طبعا زي ما قلت لك برضه قبل كده اللي اول ما بننزل الملعب بيبقى الموضوع خلاص يعني في تركيز وكده، لكن الكواليس اللي بتبقى بره الملعب دي هي اللي بتقرب اللعيبه من بعض وهي اللي بتخلق الحب بين اللعيبه وبين هادي كابتن احمد عادل يعني كان شخصيه هاديه وراكزه كده تحسه يعني انت شكلك الشقاوه كلها يا كابتن معتز. مش في كل الاوقات يعني، احنا لما كانت بتضرب في دماغنا مثلا عايزين نعمل حاجه لا بنعمل، نبعت نجيب اكل لا بنجيب يعني، عادل كان معانا في اي حاجه فاهم، لكن هو طبعه عادل هادي وراسي وممكن تستشيره في حاجات كتيرة يعني، دماغه حلوة عادل طول عمره دماغه حلوة، لكن لما بتقلب معاه يعني طبيعي زي اي حد لما بتقلب يعني. بس هو كان بيحكي لي موقف عليك يا كابتن معتز، كان حصلت له مشكلة في الفرقة وطلب منك انك انت تتدخل عشان يعني تعالج الموقف ده، فانت نفضت وقررت انك انت تبيعه في اول. ما هو انت عارف اللي جاي نص جدعنة. بص هو عايز يقول لك ان في حاجات ما ينفعش تتحكي. ايوه صح كده، ان في حاجه ما ينفعش تتحكي على الهواء يعني 99% من الحاجات ما ينفعش تتحكي على الهواء. لا هي كان من امتع لحظاتنا ان احنا كنا فعلا اوضه لبس قوي يعني، اوضه لبس بنحب بعض، ال 25 فعلا بيحبوا بعض، العلاقه دي كانت هتبقى بره الملعب. ايوه من المواقف مثلا ممكن اقول لك ان انا مثلا انا وصديق كنا قاعدين في شقه واحده وعاملين نلعب في مركز واحد. ايوه طبعا، فانا كنت سايب شقتي وقاعد مع احمد صديق، انا واينو وعاشور ومثلا وكابتن عماد النحاس كان بيحط لك منوم دايما عشان ما تروحش التمرين. لا لا كانت مجموعه جميله والحمد لله حققنا انجازات وكلنا فعلا كنا بنحب بعض. أيوة. وكنا في ظهر بعض ولحد دلوقتي، يمكن احنا انا بقالنا يعني بعيد عن النادي الاهلي، او انا يعني بعد ما مشيت من النادي الاهلي واينو مشي راح اكتر من مكان، على تواصل لحد الان انا مع صديق مع جديد مع حسام عاشور مع محمد سمير احمد عادل الجون مع المجموعه دي كلها، احنا كلنا لسه لحد دلوقتي امير عبد الحميد. صحيح، الجيل اللي بيحقق بطولات وانجازات مع بعض يا كابتن معتز بيتهيالي بتفضل بينهم روابط يعني، صحيح واحد الكوره فيها احتراف وبتلعب في نادي وتسيبه وتروح، لكن لما بتحقق انجاز او بتحقق بطوله جيل مع بعض يعني بيحقق انجاز وبطوله بيفضل بينهم روابط بيتهيالي يعني بتستمر العمر كله. اكيد طبعا ما فيش حاجه، وخصوصا كمان لما بتبقى يعني عارف قريبين قوي من بعض يعني. طول احنا كنا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد في بيوتنا. ايوه، من خلال المعسكرات وكنا بنلعب بطوله عربيه بطوله افريقيا على طول، دايما سفريات ومعسكرات وفتره اعداد، فاحنا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد في بيوتنا، وكمان كنا شله واحده. ال 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 السن برضه عليه حكم كبير قوي، اللي السن متقارب. فانت السن متقارب كمان، واحنا كانت علاقتنا كلنا المجموعه بتاعتنا كنا يعني عارف ايه، يعني الموضوع مش كوره بس ونادي بس، لا أي. احنا كنا برضو يعني الموضوع عائلي واسري اكتر كمان، وبنخرج مع بعض كلنا وبنروح بيوت بعض، فانت كنت قريب جدا من المجموعه دي، فطبيعي اللي انت ما ينفعش من يوم وليله اللي انت تنسى كل ده وما بنكلمش بعض، لا بالعكس احنا بنتكلم بعض. انا كنت مبسوط جدا لما انضم لينا السنه دي كمان احمد صديق في النادي في القطاع. بتمنى التوفيق لعادل وان شاء الله مثلا من الموسم الجاي يخش معانا في النادي بحيث يبقى معانا، انا اللي موجودين دلوقتي انا وشريف عبد الفضيل واحمد رؤوف واحمد صديق، المجموعه كلها بتاع السن بتاعنا موجوده في النادي الاهلي. اتمنى ان عادل يبقى موجود معانا، بس عادل يعني واضح اللي هو ملوش في التدريب، متجه للناحيه الاداريه اكتر يعني. يعني هو مسك قبل كده مدير كوره وكنت بكلمه كان ناجح جدا جدا، فهو ما يعني واضح اللي هو رايح للناحيه الاداريه اكتر من التدريب يعني، بس انا بتمنى طبعا في كل الاحوال اللي هو يبقى موجود معانا في النادي، وانت عارف اللي دايما النادي الاهلي ما بيهتفش اولاده، واي حد خدم النادي الاهلي بيبقى موجود دايما وما بينساش اولاده،
فبتمنى التوفيق لاحمد ايا كان هو فين، ولكن انا على المستوى الشخصي بتمنى اللي هو يكون موجود معانا في النادي. انا بشكرك شكرا جزيلا على المداخله اللطيفه دي، وكل التوفيق ليك في مهمتك الجديده طبعا بعد ما كابتن ياسر رضوان يعني حسب معلوماتي مسك دلوقتي جمهوريه شبين. صح مظبوط. اه فكل التوفيق ليك كابتن معتز ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. واكيد طبعا بجدد الدعوه، تشرفنا وتنورنا في السادسه ان شاء الله باذن الله. شرف ليا ودايما موفق ان شاء الله. الله يخليك. ميرسي كابتن معتز اينو طبعا نجم النادي الاهلي. في حد من جيلكم كمل الكابتن احمد لغايه دلوقتي؟ شديد بيلعب حد. شديد لسه شديد بيلعب. اه صح موجود. محمد سمير، احمد عادل، عبد المنعم. اه دي المجموعه اللي كملت، لان هم كانوا يعني اصغر مننا بحوالي 3 سنين. اه بس لما رحنا النادي الاهلي كانوا هم موجودين من الناشئين. اه والفتره دي كانت صعبه مع مستر مانو الجوزيه ان انت ناشئ وتلعب، ده مستحيل. كانت رابع المستحيلات. حتى لما كان بيطلع لعيب من تحت يتمرن معانا. بس اصل الفرقه كانت تقيله قوي يا كابتن احمد برضو. وانت تفتكر الفتره دي فتره ذهبيه، كل البطولات اللي كان الاهلي بيدخلها بينافس عليها وبيجيب القابها، فانت عايز لعيب مش جاهز، انت لعيب لازم يبقى سوبر ستار. وفعلا اللعيبه دي اثبتت يعني اثبتت ان هي من ناشئين وجديره تخش. يعني كان شديد دخل كان لسه صغير، كان حسام عاشور دخل وكان شديد فاكر انه مشي ورجع تاني. كابتن مشي راح المصري وبعد كده رجع تاني. مانويل جوزيه رجعه مره تانية. وصديق مشي ورجع تاني. أيوه. ففي لعيبه كلها بتمشي وترجع، بس بترجع بنحقق انجازات. يعني بترجع بنحقق انجازات، وخصوصا لما بتتكلم في كان الناحيه الشمال كان احمد السيد جيلبرتو، احمد شديد. ايوه فهنا كان من الصعوبه جدا ان انت تخش وتلعب، بس شديد كان بيلعب. تيجي الناحيه الثانيه كان في عبد الوهاب الله يرحمه. عبد الوهاب الله يرحمه. تيجي المجموعه اللي بعد كده الناحيه اليمين اسلام الشاطر، بركات، احمد عادل، احمد صديق. فعايزين واحد يلعب. فهنا مهما كان اي حد بيقعد كان مفيش مشكله، احنا هدفنا البطوله. عشان كده لما كنت بلعب كان كابتن اسلام بيساندني، كان بركات بيساندني، احمد صديق بيساندني، فكلنا كنا رايحين لهدف واحد. بيضايقك لما تبقى بتلعب في مكان فيه اسماء يعني لعيب الكوره برضو طم يعني انا عايز العب، يعني مش بس كمان عشان ابقى نجم في النادي الاهلي واجيب بطولات، انا عايز العب، يعني انا جاي النادي الاهلي عشان العب كوره، مش جاي عشان اتفرج على الناس وهي بتلعب كوره. ده بيبقى بالنسبه للعيب اللي مستني بره او ترتيبه في مركزه مثلا نمره 2 او نمره 3 بيبقى شيء صعب. هو صعب في الصفقه من اول ما بتيجي، يعني انت وانت النادي الاهلي بيتفاوض معاك كلاعب وانت بره النادي، هتقول مثلا ده انا في 4 في المكان ده فانا هروح العب فين؟ لا انا مش مع اللعيب ده، مش مع اللعيب ده خالص. ويمكن على ما اعتقد ان هي حصلت مع عمار حمدي شويه. تمام. ان انا المكان ده في زحمه، قفشه بيأدي كويس، في صالح جمعه قبل ما يمشي، في لعيبه، فقال لا انا افضل ان انا ايه اروح الاتحاد. لا انت لازم تاخد التجربه، تاخد الريسك، تاخد المخاطره عشان تبقى موجود، والمجموعه هتساعدك. يعني كلعيبه مجموعه لعيبه هتساعدك ان انت تعمل ده، هتساعدك ان مفيش حد مثلا بيزعل ان انت بتلعب. لكن انت مهم تجتهد، مهم ان انت تاخد مكان. يمكن انا لما كنت جاي داخل على النادي الاهلي كان موجود احمد صديق وبركات واسلام الشاطر. يعني حد ما جالي عرض الزمالك، بس انا ما فضلتش ان انا اروح الزمالك، فروحت النادي الاهلي والحمد لله شاركت بنسبه 80 او 90% من المباريات. فهنا دي بترجع برضو للمدير الفني وثقته فيك، وبترجع لمجموعه اللعيبه اللي بتقدر تخش في عمليه الانسجام مع الفرقه ككل. ايه قصه المدير فني ولا مدير كوره ولا انت فعلا ما مش حابب تبقى يعني تاخد فكره التدريب او اتعرض عليا نواحي فنيه، وانا يمكن بعد ما بطلت كنت واخد يعني خدت ريس يعني زي فتره استراحه سنه كده. اوكي. وبعد كده انا واخد الجانب الاداري، اشتغلت كمدير كوره في النادي الاولمبي في الفيرست تيم، وده انا شايف نفسي في المكان ده ان انا اقدر لكن انا اتعرض عليا فنيا السنه اللي فاتت ان انا موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي مع كابتن فتحي مبروك، والسنه اللي مشيت بعد ما مشيت من النادي الاولمبي كنت ماسك مدير كوره، اتعرض عليا فيرست تيم لاكتر من فريق يعني بدون ذكر اسماء ان انا امسك مدير فني، لكن انا ماجل الحته الفنيه شويه. لكن الحمد لله دلوقتي عندي العمل الخاص بتاعي كنادي رياضي يعني. أيوة. فانا واخد السكه دي. كان زي ما اينو كان بيقول طبعا ده شرف ليا ان انا ابقى موجود داخل النادي الاهلي وداخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لكن انا واخد الجانب الاداري بشكل كبير يعني. بالتوفيق. انا اهم حاجه الواحد يبقى حابب اللي هو بيعمله عشان يكون ناجح فيه. ما هو ما دمت انت حابب ده ومرتاح ان شاء الله نتمنى لك النجاح والتوفيق. هرجع لكلامي قبل مداخله كابتن معتز، كنا بنتكلم انت قلت لي انه الاهلي محتاج راس حربه، اسماء كتير جدا دي اللي بتتقال زي ما اتفقنا كده بين الجماهير. انا بتكلم دلوقتي مش بتكلم على صفقات الاهلي بيحاول يحسمها، بتكلم على صوت الجمهور بيقول ايه وشايف مين اللي ممكن يكون افضل دعم لفرقته. وناس كتير جدا بترشح لعيب مثلا زي لابا كوجو لعيب العين الاماراتي اللي كان بيلعب قبل كده في نهضه بركان في المغرب،
وده واحد من الفراوده يعني المقدمين موسم محترم جدا. ناس كتير كانت بتتكلم على وولتر بواليا لاعب الجونه، ناس كتير كانت بتتكلم على جاستن سيرينو لاعب سان داونز، وده كان فيه فعلا مفاوضات مش عارفين مصيرها ممكن يوصل لايه، لانه بين يوم وليله ممكن الامور تتغير بشكل كبير. مين الافضل من الاسماء دي من وجهه نظرك؟ هو الافضل بالنسبه لي اللي بقى مصر عليه المدير الفني. مصر على المدير الفني، لان هو هيجي وهيبقى هو اللي هيحاسب على الفاتوره، هو اللي هيحاسب. زي ما حصل مع بادجي يعني. زي ما حصل مع بادجي، الراجل كان جاي وهو مش عارفه، صفقه كانت لسه جديده. هنا الاحترافيه اللي بيتعامل بيها مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو المدير الفني عايز ايه، احتياجاته ايه، فبيبداوا في لجنه التسويق او اداره التسويق داخل النادي بتبدا تشتغل على ده. لكن سيلينو انا اتمنى ان هو يبقى موجود لرغبه المدير الفني فيه، وهو اضافه قويه. حته عامل السن انا بشوف ان هي في الكوره مش هي دي المهم دلوقتي. انا جايبه حتى لو لفتره سنه سنتين، عندي كاس عالم الانديه، عنده دوري ابطال افريقيا، هو عنده من الخبرات سيلينو ان هو يحقق البطوله زي مستر موسيماني. وهو على درايه كامله مستر موسيماني بمستواه وبادائه وباحتياجه ليه مع الفريق، فاتمنى ان هو يبقى موجود داخل النادي الاهلي. يمكن انا يعني انا من الحاجات اللي مشجعاني جدا على سيلينو انه كمان اللاعب عنده رغبه كبيره ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي. يعني دايما انا بقول انه في فرق كبير لما تجيب لعيب يعني قوي وتقيل في مركزه بس جاي عشان مثلا خاطر الفلوس اكتر، غير لما تجيب لعيب عنده رغبه انه ينتمي للكيان ده وللمنظومه دي. هو عنده رغبه وعارف انه في وراها جماهير يعني جيوش مجايشه واقفه ورا في ظهر فرقتها. هو جاي وعارف جاي فين، وعارف جاي فريق بطوله عامل ازاي، ودوافع البطوله عند الفريق ده ولا لا. مع مدير فني محتاجه، مع مجموعه لعيبه اكيد النادي الاهلي على مستوى افريقيا وكتاب مفتوح اللعيبه كلها حتى في ادائها، وخصوصا انت لسه محقق دوري ابطال افريقيا، ففي احسن حالاتك، فدوافع كتير جدا تدي اللي هو كلاعب ان هو يبقى موجود. اتمنى ان هو يبقى موجود، تبقى صفقه ناجحه للنادي الاهلي ان شاء الله، وتكون دعم كبير قبل بطوله كاس العالم، لانه ده يمكن ال 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 الهدف الرئيسي. يعني احنا 30 يوم عايشينهم ان شاء الله قبل ما تبدا البطوله، ده اللي نتمناه، تكون الاوضاع مستقره ان شاء الله وما فيش مشاكل، ونبتدي البطوله ونرجع لاجواء كاس العالم للانديه ونشوف فرقتنا في احسن مستوياتها. طموح جماهير النادي الاهلي كبير، وامكانيات لعيبه النادي الاهلي اعتقد كمان كبيره. ان شاء الله نقدم عروض تليق باسمه بتاريخ النادي الاهلي. بشكرك كابتن احمد، شرفتنا ونورتنا. الوقت جري معاك بسرعه، كان نفسي اتكلم معاك على وادي دجله شويه لكن مفيش وقت للاسف. شرفتنا ونورتنا في السادسه مره ثانيه. ربنا يخليك، انا سعيد انا كنت موجود مع حضرتك. انا اسعد، بشكر حضراتكم على المتابعه. بكره نقابلكم ويكون عندنا مساحه نتكلم على مشوار الاهلي اللي جاي ان شاء الله. تحياتي لحضراتكم.